نصف الدنيا لكل الدنيا، عدد جديد وأسبوع جديد حافل بالتحقيقات والحوارات المتفردة التي لن تجدها إلا على صفحات نصف الدنيا. مصر تستقبل الملوك العرب. الرئيس السيسي: نقدر العلاقات الوثيقة مع البحرين والأردن، وعلاقتنا مع السعودية تشهد تطورا كبيرا ونوعيا. وزيارة الأمير تميم ترسخ مسار تطوير العلاقات الثنائية، ونثمن مواقف الإمارات الداعمة لمصر. وحوار نجمة الغلاف الفنانة حنان مطاوع: تجذبني الحدوتة والحبكة الدرامية في أي عمل أقدمه. وعن تحقيق العدد: تعددت الظروف وتشابهت الأسباب، جرائم قتل الفتيات باسم الحب. وبعد تصريحات أثارت الجدل عقب مقتل طالبة المنصورة: ملابس الفتاة ومظهرها بريئان من العنف ضدها. واحذر، أفلام كرتون تروج للمثلية والألعاب الأونلاين أخطر. ماري سمير: كيف تحمين طفلك من المثلية الجنسية في الكرتون والألعاب؟ وبالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام والمجلس القومي للأمومة والطفولة، إطلاق مبادرة الإعلام الآمن للطفل. ونادي دبي للصحافة: ملتقى لتبادل الأفكار والرؤى حول التحديات التي تواجه الإعلام العربي. ومن إنجازات القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة: إطلاق 77 قافلة طبية في 14 محافظة. وقائد قوات الدفاع الجوية الفريق محمد حجازي: رجالنا عيون مصر الساهرة. وفي حوار مع أول معمارية تحصل على جائزة الدولة التقديرية في الفنون، دكتورة سهير زكي حواس: حصولي على جائزة الدولة التقديرية أفضل تقدير وأهديه إلى روح أبي. وتعرف معنا على الألوان المبهجة لطلة صيفية من أزياء موتشينو. وعلى صفحات شاشة نصف الدنيا 13,000 مشاهد ضيوف مهرجان السويس الأول للموسيقى والغناء. وفي باب دنيا الصحة، بعد تركيب الشرائح والمسامير، تعرف على أهم 10 نصائح للعودة إلى المشي بسلام. ومن باب بروز أند جاردنز، الأوركيد زهرة الجمال والسحر، ودائما تقول الأوركيد لكل شخصية عن أسرارها. وعلى صفحات الديكور، بقايا الأقمشة لتصميمات متفردة. وتعرف على أشهى الأكلات من نجلاء الشرشابي، وأحلى الأصناف والحلويات من غفران كيالي. نص الدنيا لكل الدنيا. رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن سلامة. رئيس التحرير مروة طبكي.